لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المات تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: رسميا مدرب جديد يلتحق بالإدارة التقنية للوداد الرياضي، وفوز البنزرتي يفاجئ أنصار النادي الأحمر، الوداد الرياضي يتوصل بمبلغ مالي كبير ينعش خزينة النادي الأحمر هذا الموسم، الاتحاد الدولي الفيفا يصدم نادي صفاقس التونسي، وخبر مفرح لمدرب الوداد الرياضي فوز البنزرتي، مهاجم نرويجي ينتظر موافقة المدرب فوز البنزرتي من أجل الانضمام لصفوف الوداد الرياضي، سعيد الناصيري يجدد اتصاله بالمهاجم أيوب الكحال، وفوز البنزرتي يحدد قائمة مغادري النادي الأحمر. تعاقد محمد بن شريفية المدرب السابق لفريق أمل الفتح الرباطي والمدرب المساعد للفريق الأول رسميا مع الوداد الرياضي لشغل منصب مدرب مساعد للتونسي فوزي البنزرتي، ووقع محمد بن شريفية رسميا عقد انضمامه إلى الطاقم التقني للنادي الأحمر ليخوض محطة جديدة بالوداد الرياضي الذي تألق به كلاعب وكان الهداف الأول للفريق من الضربات الثابتة. واشتغل الإطار الوطني محمد بن شريفية لسنوات بفريق الفتح الرباطي، حيث أشرف على تدريب فريق الأمل قبل أن يقرر المكتب المسير إلحاقه مدربا مساعدا بالفريق الأول في الموسم الكروي الحالي. ويعتبر محمد بن شريفية من أبرز لاعبي الوداد الرياضي الذي تألق في الدفاع عن قميص النادي الأحمر لسنوات عديدة قبل أن يغادره باتجاه فريق المغرب التطواني ليقرر بعدها الدخول لعالم التدريب. وجه تونسي فوزي البنزرتي مدرب نادي الوداد الرياضي رسالة خاصة لأنصار الفريق في ظل غيابهم عن الميادين، وقال فوزي البنزرتي أن الجماهير المغربية بشكل عام وجماهير النادي الأحمر بشكل خاص لها شغف كبير، وهي تشبه كثيرا الجماهير اللاتينية وما تصنعه من سحب وفرجة في المدرجات، وأنا أشتاق لمثل هذه الأجواء. وأضاف المدرب فوزي البنزرتي أنه رغم غيابها عن المدرجات يبقى ضغطها ما يزال كبيرا ودائما ما تطالب بالمزيد، وكسب رضا ومحبة الجماهير الودادية ليس بالأمر الهين. ووعد المدرب التونسي فوزي البنزرتي جماهير النادي الأحمر على مواصلة العمل للتتويج بالألقاب هذا الموسم، خصوصا لقب دوري أبطال أفريقيا ودرع البطولة الوطنية الاحترافية. توصل نادي الوداد الرياضي بمبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم من فريق الخور القطري كدفعة أولية من صفقة انتقال إسماعيل الحداد إلى النادي القطري في الميركاتو الصيفي الماضي، وصرف النادي القطري الشطر الأول من صفقة اللاعب الودادي بعد توصله برسالة احتجاج من النادي الأحمر لتأخره في الالتزام بموعد الدفعة الأولى، على اعتبار أن الفريقين اتفقا على أن تكون الدفعة الأولى مباشرة بعد توصل نادي الخور القطري ببطاقة خروج إسماعيل الحداد، وكان قد انتقل إسماعيل الحداد إلى الدوري القطري مقابل 1,800,000 سنتيم سيتوصل بها النادي الأحمر على دفعات حسب العقد الموقع بين الفريقين. استفسر الاتحاد الدولي الفيفا نادي صفاقس التونسي عن نزاعه مع فوزي البنزرتي المدرب الحالي للوداد الرياضي بعد مغادرته للفريق التونسي في الصيف الماضي للالتحاق بالإدارة التقنية للفريق الأحمر، وهو ما دفع إدارة صفاقس إلى تقديم شكاية للجنة النزاعات بالفيفا. وكشف مصدر مسؤول أن لجنة النزاعات التابعة للفيفا طلبت معلومات من صفاقس التونسي عن عدم توثيق وتسجيل عقد فوزي البنزرتي الجديد ووضع نسخة منه لدى الجامعة التونسية. وأوضح المصدر أن الخطأ الذي وقع فيه صفاقس التونسي عزز حظوظ فوزي البنزرتي في كسب نزاعه، لأن الفيفا لا تعترف إلا بالعقود القانونية المصادق عليها من جميع الأطراف خاصة من قبل الاتحادات الكروية المحلية. وكان صفاقس قد رفض تسوية ودية مع فوزي البنزرتي، كما رفض توسط مسؤولي الوداد الرياضي لطي الخلاف وديا وتشبث بشكايته بالاتحاد الدولي الفيفا.
يدرس نادي الوداد الرياضي إمكانية الاستفادة من خدمة عمر فونساد الغوثي مهاجم أريندال النرويجي من أجل ضمه لتشكيلة النادي الأحمر خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وكشفت بعض المصادر أن عمر الغوثي يوجد على طاولة الطاقم التقني للوداد الرياضي، إذ يخضع هذا الأخير لفترة اختبار من أجل الوقوف على إمكانياته التقنية والبدنية قبل حسم التعاقد معه من قبل المدرب التونسي فوزي البنزرتي. ويذكر أن المهاجم عمر الغوثي الذي يحمل الجنسية المغربية والنرويجية يوجد ضمن العديد من الأسماء التي وضعها نادي الوداد الرياضي في أجندته لمفاوضتهم في الأيام القليلة المقبلة في أفق الاستفادة من خدماتهم خلال الموسم الرياضي الحالي. ومن المنتظر أن يتم حسم التعاقد مع المهاجم النرويجي عمر الغوثي في حال اقتناع المدرب التونسي فوزي البنزرتي بإمكانياته التقنية ومؤهلاته البدنية. جدد فريق الوداد الرياضي طلبه للمغرب التطواني للاستفادة من خدمة لاعبه أيوب الكحال بعد تعثر مفاوضة انتقاله إلى النادي الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الماضي. وكشفت بعض المعطيات أن سعيد الناصيري ربط الاتصال بأيوب الكحال وعرض عليه من جديد الانضمام إلى النادي الأحمر، وذلك في انتظار موافقة مهاجم المغرب التطواني على الانضمام لصفوف الوداد الرياضي بالميركاتو الشتوي القادم. وكان الوداد الرياضي قد سدد جزءا من القيمة المالية لانتقال أيوب الكحال في الميركاتو الصيفي الماضي ولم يستعد مستحقاته رغم فشل الصفقة. ويسعى النادي الأحمر لانتداب المهاجم أيوب الكحال خلال الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لحاجته للاعب يشغل مركز الجناح بالفريق وتعويض رحيل المهاجم إسماعيل الحداد. وطالب المدرب فوزي البنزرتي بانتدابات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل الذي ينطلق في 20 يناير الحالي. وذكرت بعض المعطيات أن المدرب فوزي البنزرتي حدد مراكز الخصاص ولائحة اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث سلمها لسعيد الناصيري رئيس النادي الأحمر. واستنادا لنفس المعطيات، فإن سعيد الناصيري اشترط تسريح بعض اللاعبين للقيام بانتدابات جديدة لتقليص قيمة الأجور. وافتتح النادي الأحمر الميركاتو الشتوي مبكرا حينما تعاقد مع حمزة الصبراوي قادما من أحد أندية الهوس بالدار البيضاء، حيث يشغل حمزة الصبراوي مركز الجناح الأيسر.